بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحين هل كان هدي إلى هيد ما كافتي منين مسألة شرعية أو هدي مال جمعة أو كلان صدو عيد أو اللبع عيد اسكو يمادان جمعي عيد إيو لبدي عيد المسلمين تمد كم ذا جمعة هي عيد الفطر با كل مي جمعة هي عيد الأضحى أيا كل مي مدول بصلاة جامعة على ربي مدول بخطبة جونية على ربي محالية ليا مسألة ذا سان ربنا هدي إلى هي إدم أحكام ومسألة شرعية أقواش كجرتها هي هدي أحاديث تكون صعرورة إن أن شيخنا بإذن الله تبارك وتعالى لأن الصدى حتى أي كل صعوته تاريخ ذا إن الله شيخ ذو الحجة ما نتهي دلتي جمعه عيد الأضحى أيا كل مية مركا وأنا مسائل صارنا ونقول إن بدل لي سويديو لأن لا بد أصلا مركا كل ما بدك هو سويديا مركا من باب التبيين حكم شرعي مسألة ذا إنه نشيعنا أيا نعرف إنه قالنا وحين نقول نرتب أحاديثي مرفوعات كأها قصة أروري آثارتي مسألة ذا قصة أروري بينه أخريها دي إلى هيدمو نكذب نبي إن الله تبارك وتعالى صدح قضاه وسلينا هو كل منا يعني أحاديث تصعد أي نكوج بجبين دون نبي إن الله تبارك وتعالى حديث كواد حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه سنن النسائي بكجرا ابن ما أبو داود بصورنيا ابن ماجه صورنيا مسند أحمد بصورنيا وكذلك وح كجرا سنن كي الدارمي يا كجرا حديث كوا معي أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه زيد بن أرقم حلي معاوية بن سفيان با يويديي محي يويدينا يا هل شهدت ما لجوكت نبي صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم واحد لبا عيد ومالك لي كل مي جمعه هو عيد عيد الفطر هو عيد جمعه هو عيد عيد الأضحى هو عيد لبا صار كل مي نبي ما رقم لا هيد قال نعم هابي قال كيف صنع محي النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى العيد عيد النبي صلى الله عليه وسلم ثم كذب رخص ورخصة في الجمعة الجمعة رخصة يدك سي فقال وحير من شاء كي دورا أن يصلي إنه تكذو فليصلي هتكذو جمعة فرصة هي رخصة يسي رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي والحاكم في المستدرك حاكم حيري وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بخاري يا مسلم ما يسوى صارين وله شاهد على شرط مسلم هذا آخرين دون حديث كان شاهد بولي شرط مسلم حديث كي أبو هريرة رضي الله عنه ووافقه أي الحاكم كوحا وافقه الذهبي إنه حديث صحيح الإسناد هاي أي وافقه وقال الإمام النووي في المجموع كتاب كيسي مجموع الإمام النووي إسناده جيد هذا حديث سقناده وصحة ديسو أي سقناته محوية بد ميل الله على ميل لغمرا حبيرات مجرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حديث حكوجي رسولا كي أبي داود في الصلاة وحيد قد اجتمع في يومكم هذا عيدان لرارتينا لبا عيد باكو كل مي فمن شاء كي دونا أجزأه من الجمعة عيد داود كذا كقذي وكقفلنا جمعه أنا الله وضع وانو كل مننا جمع عيد وانو تكنينا وانو تكنينا منه لكن كي نلتو كذا عيدو عيدا كاغفلا جمعها وحديث كي أولها حاكمكو وله شاهد عند مسلم وكيل حائس نعم حديث كصدحات حديث كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ها اجتمع عيدان في يومكم هذا ما ننتين اللبع عيد أيا كل مي فمن شاء أجزأه من الجمعة كي دونو عيدا وتكذي كغفلا جمع أنه سوان لما يستر أنه دو إلهي ابن ماجة أيام سوورين يحديث كان إسناده صحيح بصير بأورانيا ورجاله ثقاتا يورانيا أسنى لفتش وايا حديث كلو مرسلا جرا ذكوان ابن صالح أورانيا سنك ابن ماجة كجرا
اجتمع عيدان على عهد الرسول حلق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا عيد ايا كل مي مال جمعة هي مال عيدا فصلى واتكذ ثم قام واستاغ فخطب دتكي اخطبي فقال وحيد قد اصبتم ذكرا وخيرا خير بدن اي حس بدن اي وان بدن بعد ما انت هليشين انغو جمعه لوان توكنينا فمن احبك دون انه لا توكدو هانا لا توكدو كي دونونا غريغا كو توك دوهر اي محتول اي اجيدا هلكاسنا حديث بيهقنا ايا كو سو ورينيا في سنن الكبرى وايه إلا أذق إلا تضب إلا سديد حديث صاص كون نق نقنيا أيام حيث لكجرة وفي صحيح البخاري رحمه الله تعالى وموطئ الإمام مالك رحمه الله تعالى لما يذهب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال أبو عبيد الحجري شهدت العيدة وحلت كذا عيدا مع عثمان بن عفان رضي الله صحابي جليل وكان ذلك يوم الجمعة ما الجمعة نقطة لا بد بكل من ده فصلى وانا تكيي قبل الخطبة خطبة كهربون التكيي ثم خطب كدبو خطبي وانت عيدة دي انو صوش يقني فقال وحي هدبا يا ايها الناس ددو ان هذا يوم ما توا درار قد اجتمع لكم فيه عيدا لبع عيد ايام ما انت اذين كل مي فمن احب كدونا ان ينتظر الجمعة انو الجمعة النسوغ من اهل العوالي تولوين كمدينة قركيدة أهو فاليان تاذرها إسكسوا إنتانا تولوين كاكي كن نقن والصلاة دي عيدة أتصاد دونتي كجعليست إنو نسوغ إلا جمعها إنو نلتو كذو وأغاقار كإيو ضافها إيو عرفية دا مدينة كيمدو فاليان تاذر نسوغ ومن أحبا كدورا أن يرجع إنه تولوين كيسي يميقي سي إسكغان نغوو فقد أذنت له وأدمي أيون عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه حديثك سديد هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما اجتمع عيدان في يوم مركي اللي بعيدو دي مالين كلية كلان صدي معيور من أراد أن يجمع فليجمع كدون إنه عيدان تكذو جمعها نتكذو ديابة أديدي ومن أراد قف قدونا أن يجلس فليجلس خد جمعين وكفر يستونا هفر يستو قال سفيان يجلس وامح يجلس في بيته قريسة رواه عبد الرزاق في المصنف ونحوه عند ابن أبي شيبة وكجرا يسقونا وبناء على هذه الأحاديث أحاديث عن صواخرنا المرفوع النبي قال رفعي صلى الله عليه وسلم يا آثارها موقوفة صحابة قوها مصوشة جني يا جماهير الفقهاء يا علماء وحا اي تقريريين وحا اي نكسو كوبي بسطح ذن قضوبو احاديث تا يا اثار تا محاكا دالانا يا اي لغا قدر كو قفك حاضرة اي شاهدة عيد سلادة وحا لو رخصي انانو صلاة الجمعة رخصة انو كها يستوى لو رخصي ظهر أيو تكن حلقي ظهر هذا الجمعة ظهر أيو تكن الله الرخصي وإن أخذ هدو قاتو بالعزيمة عزيمة هدو قاتو أو الله وضب إسكو درنا فهو أفضل كو كي أن صلاة عيدة دادك لتكنين رخصة دا ما هايستو كان نعماية جمعيه كان نعماية واجب المدي ولا قول لي وإنو تقى مساجدك أو جمعيه تكذا لأن رخصة دي لو رخصي إنو ماشي جمعها دهرو تكذا وهدو حاضري عيد المسلمين تي ولا عيد لما تكن مسلمين تي جمعين واسقدر صار ميا مركا آها لقى يلي ماي مركا رخصة دان واحد كوها الشباب فقه هذو كلهين عيد بعد حاضرتي إذن لكن قفك أن عيدي لتكن جمعيه ولي واجب ويكتهي صدح إمامك مساجدك إستغى واحد واجب كوها إنو جمعيه أوغو أنت أتمادة وتكيو أيا إستغى محيطة ولي واجب محيطة ولي كوها نعم إذن صدح ذا قضب أيا كسو عرورسا رخصة قفك أمد لتكن إما أنت عيدة إذا الفطر أما عيد الأضحى جمعنا ويمد هذه عيدة لتكن أحاديثتي آثارتي رخصة لو سيي قف كاسينو جمعه آلو تكن الظهر ماشي ذي وتكذو علماء قارك وحورنا يان رخصة وحوية أنس عثماني وبحيي أهل العوالي بخلاف أيام حيث الكتاب لكن هو قول جلال
كو هدي ولبا دبا اسكو درسدا افضل لبا ما بنانا انو جمعيه كتغو ميد انو مدي جمعيه ان لا توكن ما بنانا امام كمسجد كنا حد اي جير وها لو وها ينبغيو لا ربا انو اسو ديار غرو مسلمين جمعه او يمنيه او صلاتي او دياريو او خطبتي او دياريو او امتي محتو لا او توكدو مساله اسنا اقوال يا خلاف اي علماء دخيده يالا مذاهب سنا اقوال اي كلا قبان لكن احاديث تسان دو ان سو اروريو اثار ترى ان سو اروريو صدخ لا قول مساله كو جيران ان شيغو باذن الله تبارك وتعالى الى هي دنبينا هدافو دنبي والدين تن هدافو الى هي ان انفحينا وانفعو في الله سبحانه وتعالى ان بري وحين نقول ان هي هي ان بر كوي كو عمليا إلهي هاي نغدغو استوت سلمى يا مقال يا هل لو اركو إلهي كبدباد إلهي هاي نغا ييلو خاتمة الله هي نو هاجيو والدين تين دبغود الله هدافو علماء waxay noo soo dhigtay waxna bartay inta nool Allah ha barakeeyo inta geeriyootay Ilaahay qabriga ha u nuuriyo barwaaqan Ilaahay weydiisanay khayraat ban Ilaahay weydiisanay roob iyo raxmad ban Ilaahay weydiisanay arada Ilaahay fadligiisa in ku hoos galnay sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala sahbihi wasallam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh بهجتنا هنو يلا اللي تحبون في حزتها الاعياد وش باقي غير الاعياد في غمرة بهجتنا هنو